السلام عليكم. دلوقتي انا عايز اقول التراك بتاعنا بتاع النتورك اوتوميشن والديف اوب الخاص بيه، وان لاب تريننج، ايه المحتوى بتاعه بالظبط؟ في الحقيقة خلينا نكبر شوية. في الحقيقة اول حاجة خالص بنهتم بيها هو انك تكون عارف البيزكس الخاصة بيه اللينكس، لان في الحقيقه هيقابلنا في مناطق كتيره في التراك بتاعنا اللينكس. عشان كده احنا هندرس ازاي نكون جود يوزرز، وتقريبا اللينكس ادمن 1 مع بعض الاضافات، ازاي ان احنا نكون جود يوزرز على النظام بتاع اللينكس. هنتعلم ده على السينس 8، وفي بعض المناطق ممكن نحتاج الاوبنتو. كمان هنتعلم الفيرشواليزيشن عشان نقدر ان احنا نعمل الفيرشوال انفايرمنت الخاصه بالديفلوبمنت اللي احنا هنقدر ان احنا نذاكر عليها. وكمان هنتعلم بشكل عملي كونسبت مهم جدا دلوقتي اسمه النتورك فانكشن فيرشواليزيشن، وهو تحويل الوظائف الخاصه بالنتورك زي الراوتينج زي السويتشنج لفيرشوال ماشينز. في الحقيقه سيسكو ليها 2 اوبريتنج سيستم واسعين الانتشار دلوقتي على الاجهزه الحديثه بتاعتها، سواء نيكسوس 9 كي او سواء الكاتاليست 9 كي. اجهزه الكاتاليست 9 كي المفروض ان هي بتران الاي او اس اكس اي، بينما اجهزه النيكسوس 9 كي بتران حاجه اسمها النيكسوس اوبريتنج سيستم. في الحقيقه احنا عايزين نعرف ليه الاوبريتنج سيستمز دي مهمه في المجال بتاعنا بتاع النتورك اوتوميشن، وده هيتم برضو التعامل معاه بشكل عملي. بعد كده نشوف ازاي نبني environment بتاعتنا للتستنج على ال GNSS3. اي كورس بصراحة بيتكلم عن network automation لازم في الاول يقول لك البداية. اللي ادانا افكار network automation هي فكرة ان في central brain بيعمل او بيوزع الconfiguration على الاجهزة، ومن هنا كان دور الجزء الخاص بال SDN. في الجزء الخاص بالسوفتوير ديفايند نتورك هنتعرف يعني ايه كلمه اس دي ان، وهنتعرف على بعض المودلز الشائعه زي الاس دي اكسس زي الاي سي اي وزي الاس دي وان. في الحقيقه هناخد كمان براكتكس لاب على حاجه اسمها الابيك اي ام وحاجه اسمها الديتا سنتر نتورك مانجر. بعد كده في الحقيقه هتبتدي اجزاء البايثون، ودي اجزاء مهمه جدا معانا. هنتعرف في البايثون على حاجات كتيرة زي الديتا تايب، زي الكونديشنال ستيتمنت، زي اللوبز، الفانكشنز، ازاي نمبورت انفورميشن في فايلز او نكسبورت انفورميشن في فايلز. هنتعرف كمان على بعض اللايبراريز الخاصة بالنتوركينج زي النابالم زي النات ميكو، وطبعا هيبقى في عندنا بروجكت. البروجكت ده هيبقى على البي جي بي، وازاي نقدر احنا نعمل اوتوميشن للبي جي بي للبايثون. في الحقيقه بعد كده هنتعرف كمان على الداتا موديلنج لانجويج، وان كان في بعض اجزاء الكورس فوق هنتعرض ليه برضو الجسون ونعرف معلومات عنه، بس في الجزء ده هيكون اكثر تعمقا. هنتعرف على حاجه اسمها اليامل اكس ام ال الجسون، وهناخد اكزامبل على كده في تعاملاتنا مع ال NXOS و ال IOS XR ال IOS سوري XE. بعد كده المفروض كمان هنتعامل مع حاجة اسمها Network Configuration Templates. و Network Configuration Templates ده المفروض هيساعدنا جدا في اننا نسرع ال Configuration بتاع الأجهزة عن وجود Templates زي ال Jianja Templates. بعد كده المفروض هنبدأ نتعرف على الـ API، ويعني إيه كلمة REST API، وإزاي نعمل APIs calls، وهنتعرف كمان مع بعض الـ APIs الخاصة بالكنترولرز بتاعت سيسكو زي DNA Center أو زي الـ NX API اللي جاي مع Nexus Devices أو زي الـ iOS XE Devices. كل دي devices معاها REST APIs، ونعرف يعني إيه REST APIs calls. كمان عشان نقدر ان احنا نعمل شير للكود بتاعنا بشكل منظم، فهنتعلم كمان ازاي نتعامل مع الجيت. في الحقيقه في كمان مجموعه من التولز بتخليني اعمل الكونفيجريشن بشكل اسهل،
تحت مسمى اسمه الـ Configuration Management Systems. هنتعرف فيها على Ansible بـ Practical Example، هنتعرف فيها على Salt، وهنشوف كمان حاجة اسمها الـ Puppet والـ Chief. هنتعرف على الـ Yang Format. في الحقيقة كل ده هيستلزم مننا وقت، وقت الكورس ده من ثلاث شهور ونص لأربع شهور. أكيد المجال ده هو من المجالات المهمة دلوقتي في سوق العمل، واللي بدأ يتطلب بكثرة في الدول اللي بدأت إن هي تعمل حاجة اسمها الجرين فيلد انستليشن، إن هي تبدأ إنها تعتمد على الديفايسز الحديثة اللي بتقدر إنك تعمل معاها عن طريق نتورك كنترولر يسهل الدنيا وإنت بتتعامل، يسرع الوقت، يقلل المستيكس، يأوتوميت الزيرو دي كونفيجريشن. وبمناسبة الزيرو دي كونفيجريشن، في جزء الـ SDN كمان هنتعرف على أكتر من تكنيك خاص بالزيرو دي كونفيجريشن، زي الزيرو تاتش بروفيجنينج، زي الباور أون أوتو بروفيجنينج، زي البلاج أند بلاي بشكل عملي. يبقى ده المحتوى بتاع الكورس بتاعنا. المحتوى بتاع الكورس بتاعنا ده بيخاطب مين؟ في الحقيقة بيخاطب الناس اللي شغالين أكتر حاجة عند شركات السوليوشنز. لما الشركة بتاعتك بتاخد سوليوشن تروح تركبه، والسوليوشن ده بقى فيه مثلا 200 سويتش، 300 سويتش، 100 سويتش، انت ما عدتش هتروح عليهم وتاخد الكونسول كيبل بتاعك وتقعد تكونفيجر كل واحد منهم. يا اما انك ابسط حاجة خالص هيبقى عندك امكانية انك تعمل سكريبت بايثون وتلقيه على الاجهزة دي، يا اما الشكل السائد دلوقتي انك عشان بتعمل جرين فيلد انستليشن هيبقى عندك كنترولر. الكنترولر ده ممكن يكون الابيك، ممكن يكون الدي ان اي سنتر، او ممكن يكون حاجة اوبن سورس زي الاوبن دي لايت. المهم ان هيبقى فيه كنترولر وظيفته ان هو يسهل لك عمليات الكونفيجريشن، وبعد ما تعمل كونفيجريشن يسهل لك عمليات البروفيجنينج او الاشورنس او المونيتورنج، يعني انك تمونيتور السيستم بتاعك بشكل سهل. في الحقيقه هل انا محتاج ده كنتورك انجينير؟ في الحقيقه انت لو ما عرفتش الحاجات دي دلوقتي، بعد اربع خمس سنين هيبقى في بالنسبه لك مشكله كبيره جدا انك تلاقي الشغل، لان هيكون انتهى تقريبا عصر النتورك انجينير اللي هيعتمد دايما انه معاه كابل الكونسول وعارف كوماند. اكيد ده مش معناه ان احنا مش هنحتاج الكومنت، لكن هيتم الاعتماد بشكل رئيسي على التكنيكس الجديده. ده الكورس بتاع نتورك اوتوميشن، والكورس ده مش تابع لاي شركه، لا السيسكو ولا الجانيبر، ولا هو كورس تم تجميعه بحسب حاجه السوق من اكتر من ريفرنس. كان معاكم الباشمهندس محمد عزت، شكرا لحسن استماعكم.